نرجس نائب رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للاستثمار والتنميه وزاره النقل. سيادتك يا فندم، اتشرفنا النهارده في محطه قطارات صعيد مصر البشتيل بمحافظه الجيزه اللي تم تصميمها وتنفيذها في هذا المكان لعده اسباب. منطقه بشتيل منطقه وسطيه تقع ما بين محطه قطارات رمسيس ومحطه قطارات الجيزه. محافظه الجيزه يا فندم هي بوابه صعيد مصر. مثلث بشتيل هو نقطة التقاء أهم خطوط سكك حديد مصر، خط سكك حديد أسوان الإسكندرية، خط سكك حديد المناشي الأباري الإسكندرية. المحطة يا فندم محاطة بأهم طرق ومحاور القاهرة والجيزة. محور 26 يوليو الجديد طريق المطار في اتجاه الشمال، محور 26 يوليو في اتجاه الجنوب، شارع السودان في اتجاه الشرق، محور الفريق كمال عامر في اتجاه الغرب. المحطة يا فندم مرتبطة بوسائل النقل الجماعي، حيث تعتبر محطة تبادلية مع مونوريل غرب النيل في محطة بشتيل، الخط الثالث لمترو الأنفاق وادي النيل عدلي منصور، الأتوبيس الترددي اللي بينقل الركاب للطريق الدائري، بالإضافة لمحطة حافلات تقوم بنقل الركاب لجميع أنحاء القاهرة الكبرى. المشروع يا فندم عبارة عن محطة قطارات بمشتملاتها على مساحة 60 فدان، بالإضافة لمشروع استثماري على 10 أفدنة عبارة عن 20 مبنى تجاري إداري سكني طبي بيطل على شارع السودان. مبنى المحطة الرئيسي مقام على 31 ألف متر مربع أربع أدوار. دور البدروم يا فندم عبارة عن جراج سيارات بسعة 250 سيارة، بالإضافة ل 36 محل تجاري. الدور الأرضي عبارة عن صالة وشبابيك التذاكر، مكاتب إدارية لتشغيل المحطة والخدمات، وعدد 36 محل تجاري. الدور الأول مول تجاري بعدد 55 محل، الدور الثاني مول تجاري بعدد 70 محل. مبنى ورش الجرارات بطاقة إصلاح وعمرات خفيفة لعدد 24 جرار في اليوم. مبنى ورش العربات بطاقة إصلاح ل 140 عربة في اليوم. مغسلة تقوم بأعمال غسيل والنظافة الآلية للقطارات. محطة وقود، محطة كهرباء، مبنى موزعات بقدرة 13.6 ميجا فولت أمبير. المحطة يا فندم مزودة بعدد 11 رصيف، منها عدد 6 أرصفة للركاب اتجاه القاهرة أسوان، عدد 4 أرصفة للركاب في اتجاه المناشي الأباري الإسكندرية، ورصيف للبضائع. المحطة يا فندم مرتبطة بالمحاور الخارجية بشبكة بالأنفاق السيارات والأفراد بطول 1200 متر يا فندم. من المنتظر أن يستخدم المحطة في اليوم يا فندم مترددين 250 ألف متردد، مما استوجب إنشاء جراج متعدد الطوابق 6 أدوار بسعة 1100 سيارة، محطة للحافلات بسعة 50 أوتوبيس وميني باص، جامع يا فندم مسجد بسعة 500 مصلي. المحطة يا فندم مزودة بأحدث أساليب ومعدات الإلكتروميكانيك اللي منها نظام إنذار وإطفاء آلي بيحقق الوقاية لجميع الأفراد المترددين والمعدات. أي أمر يا فندم. مهندس خالد محمد عطية، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات وزارة النقل. تم تكليف الشركة فندم بمكانة محطة قطارات صعيد مصر، وبالفعل لتكون محطة تبادلية ذكية مؤمنة. وبالفعل يا فندم تم تزويد المحطة بأربع أنظمة: منظومة تحكم وسيطرة، 14 بوابة مؤمنة للكشف عن الحقائب والمعادن، أربع مداخل ومخارج مؤمنة ببوابات لدخول وخروج السيارات في الجراج، منظومة التذاكر وحجز التذاكر بتشمل 36 شباك حجز تذاكر منهم 4 شبابيك لذوي الهمم و10 ماكينات حجز ذاتية، بالإضافة فندم لنظم الحجز المنتشرة على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر من خلال منافذ فوري ونظام الهاتف المحمول، ولإحكام السيطرة للدخول والخروج على الأرصفة 184 بوابة إلكترونية منها 14 بوابة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبكده فندم ما فيش حد يدخل أو يخرج من غير تذكرة. منظومة الكاميرات تأمين محطة والكاميرات 1200 كاميرا متوزعة خارج وداخل المحطة للتأمين، مرتبطة كلها بغرفة المراقبة المركزية. الغرفة سيادتك فيها مهندس متابع جميع الأحداث ويتم تسجيل على مدار 24 ساعة. منظومة المعلومات
145 شاشه موزعه داخل المحطه والارصفه وداخل المول التجاري لتوفير معلومات مواعيد القطارات واستعلامات لاي بيانات المواطن والمقاضي المتاحه يبث عليها المعلومات انيا ولحظيا من غرفه تشكيل المركزيه. المحطه يا فندم الان محطه تبادليه ممكنه ذكيه تحت امرك يا فندم. هنا فندم سيادتك مشرفنا على الرصيف اللي في اتجاه المناشي اسكندريه، المناشي الابار اسكندريه في اقصى الشمال يا فندم. هناك اللي عليها العلم اللي هناك دي ورشه الجرارات في اقصى الشمال في اليمين مننا ده ورشه العربيات، وده مبنى الخدمات بتاعه المحطه، المبنى الاداري اللي فيه كل المخازن وفيه كل المكاتب الاداريه كلها، السيطره والتحكم من هنا. احنا عارضين على سيادتك النهارده هنا كل الوحدات المتحركه اللي في اليمين يا فندم. ده الجديد، يعني ده جرار بي ار ال جديد، ده بي ار ال زيه امريكاني اللي مرفوع كفاءته اللي هم ال 27 جرار اللي قلت عليهم. الستك الجرار قطعه غياره الاصليه، نفس المكونات، نفس الدواخل اللي عملناها في المصنع بتاع كلويون عندنا، بنطلع الجرار زي الجرار الجديد بالظبط. ده الجرار الجنرال الكتريك الجديد، زي الجديد ده القديم زيه بالظبط، ولكن الجرار اخو جرار. ده الجرار الهنشي اللي فندم اللي بيشتغل فيه 45 سنه، ده بيشتغل من 79 و80 في السكك الحديديه. طبعا دي العربيات الجديده كلها، ده العربيات الروسي والعربيات اللي تحيا مصر، ودي العربيه الاسباني اللي عندنا منها 110 عربيه جددناها بالكامل يا فندم. لسيادتك لو العربيه حد دخلها النهارده، اللي كانوا لما احنا وقفناه ودخلنا الروس كانوا فاكرين ان احنا هنطلعها من الخدمه، وقالوا الاسباني ده عربيه يعني وتيره وواسعه، فالحمد لله بقت كلها متجدده. ده سيادتك ده شكل الورشه من الداخل، ورشه مجهزه على اعلى مستوى للعربيات والجرارات. طبعا هنا ورشه صيانه وعمارات خفيفه، لو في عمارات تقيله بتروح على الورش الرئيسيه المتخصصه في سكة الحديد. الله يبارك فيك، اتفضل يا فندم. البلاط النافر ده بنعمله سيادتك عشان المحطه دي متاحه لذوي الاحتياجات الخاصه، بيقدر سيادتك يمشي بالعصايه اللي معاه، يقدر على طول هو يوصل للمكان بتاعه من خلال البلاط ده. البلاط ده سيادتك كان بيستورد الاول، بلاط كله سيراميك مستورد، احنا بدانا نعمله موزايك مصري عشان نوفر طبعا الاستيراد. هنا فندم زي ما الناحيه الثانيه شفنا الست ارصفه اللي هم ست ارصفه زي ارصيف البضائع اللي بيخدموا المحطه في اتجاه المناشي الاباري، لان سيادتك المناشي الاباري دي ده سكه ثانيه لاسكندريه، ولكنها سكه مهمه جدا لانها بننقل عليها تقريبا كل بضائع مصر، الغلال وكل الحاجات اللي جايه من اسكندريه الى منطقه امبابه، صوامع امبابه الرئيسيه زائد مصر الوسطى كلها. هنا سيادتك الاربع سكك دول زائد اثنين سكه نفادي، اربع سكك سيادتك نهائيه لطريق الصعيد، زائد اثنين سيادتك اللي هيجي من الصعيد وعايز يروح اسكندريه، عشان مثلا لو واحد جاي من اسوط، جاي واحد جاي من الاقصر عايز يروح طنطا او يروح بنها او يروح حاجه في الوجه البحري او اسكندريه، بيكمل على طول السكتين ستك الاخرين دول، يكمل على طول في اتجاه محطه مصر ومنها الى اسكندريه. الاربعه الباقيين ستك دول محطات نهائيه او سكك نهائيه لكل قطارات الصعيد هتقف هنا. برضه فندم هنا احنا عاملين جايبين قطر طلجو جديد زائد قطر مجدد بالكامل هنا، زائد دول الروسي الجديد سواء مكيف او غير مكيف. فوقينا يا فندم هنا ده الكوبري اللي المعدني اللي يمكن عرضناها لحضرتك في البرزنتيشن، ده بيجيبنا من شارع السودان، ده سيادتك العمارات دي في شارع السودان في المهندسين، بيجيبني من شارع السودان في المهندسين يا اما بالكوبري العلوي ده واستغلناه عملنا فيه 20 محل تجاري، يا اما في نفق تحتنا هنا يوصل لكل المحطه او يعدي الى محور الفريق كمال عامر.
ورا السور ده فندم ده المنطقه العشر افدنه اللي هي المنطقه اللي هنستغلها استغلال استثماري، ودي ان شاء الله يا فندم اللي هتجيب لنا عائد بالاضافه طبعا للجراشات بالاضافه الى المولات والمطاعم اللي موجوده في المحطه، عشان ان شاء الله باذن الله نستعيد اللي احنا صرفناه على المحطه بتاعتنا. واي امر يا فندم؟ تحت امر حضرتك. الله يبارك في حضرتك.